إلى الحين ما احنا عارفين ايش بيسوي الأخ نواف ومن وين بيجيب الجوالات اللي وعد فيها سعد. عموما بنعيد لكم المشهد على السريع علشان تفهمون وش السالفة، وبعدها بنروح للميوم يوسف لأنهم قاعدين ينتظرونكم تشوفون مشهدهم من أمس، خاصة وإن مي تغير وضعها هالحلقة، والظاهر إن أم يوسف بتسجل أول موقف تنحشر فيه. المهم مالكم بالطويلة، خلينا نشوف الحلقة ونعرف وش السالفة. يا عتبتني وتن، وش فيك يا زين؟ قالت أجيبك، قلت وقتي ما أجيب، تعبت أنا صديقي، تعبت. الله الله، دبرني تكفى. إيش فيك يا أخي؟ أنا شريت التليفون ورطت عمري، وقالت زوجتي هلا جيب لي، وأنا ما أدري إيش أسوي، خالي 3000 شوي، يعني أبغاك تشوف لي أحد يجيب لي تكفى جوالي، دبرني. عندي والله، عندي أجيب لك جوال ب400 ريال وأصلي وضمان ومشرف عليه ستيف جوبز بنفسه. ستيف جوبز يا أخي صحبة أنا وياه. والله ما ظنيت أن ستيف جوبز بيقابلك وحتى هو يعني ميت. مستحيل، أنت بثر يا رجل. دائما أطلع أنا وياه المقهى بعد. إيه زبط، تبي الجوال أنت؟ بس أخاف ذا اللي خويك يبيعني صيني. لا لا، أمريكا أقول لك، ولا صيني ولا شيء، الرجال بيبيع عن أصلي ويتقابله عند مخرج 8. لا لا، ما إيش اللي بيان أصلي؟ عيب يا رجل، لا ألفعك بالجوال، أبغى جوال أنا. لا يا ولد، إيش فيك أنت؟ أنت اللي عيب، أنت تتهمني الحين عيب. أنت توك تقول بياع. طيب صدق بياع هو، أنت إيش فيك؟ يختلف بائع عن بياع. عيب، أنت وين راح؟ بائع جوالات، بياع وين راح بالك؟ المهم دبر أخوك ترى رجال سناف. أبغى 2. خلاص ما عليك، وبعد لعيالك نزل لعيالك بعد اللي تبي. الله يطول بعمرك، والله ما قصرت. لا بالخدمة والله. هو عمري اللي قضى محد رحم حالي، من بعد ضيقه وعسرة جات تباشيرة، بدايته في عمل تحصيل الأموالي، ونهايته سيرتني يا حيها سيرة. قصة سعد مع صديقه يوسف الغالي، قصة كفاح غريبة يا الله الخيرة. سعد بدا رحلته يركض على الخالي، يسبح بديره ويمسي دايم بديره، راسه تجمع بوسطه طيب وهبالي، الوقت أخذ بشقالفه وتدويره، تشوف دمعه على الخدين همالي، يبكي على حظه اللي عاكس سيره. دار الزمن فيه واصبح يجمع المالي، في جمع دين البشر ما يشبه الغير، عنده قوى خارقة في حبة الخالي، لو خصمه إبليس حط ضربه بتاشيرة. بمساعدة يوسف اللي موقفه عالي، صديق عز ونسيب وتربط جيرة، وقف معه وقفة انتظر ربه مثالي، يصعب على الشعر تمجيده وتصويره، راعي رياضه ويعشق يشوف الاقواضي، ويطرب لصوت المدرج في جماهيره، راعي رياضه ويعشق يشوف الاقواضي، ويطرب لصوت المدرج في جماهيره، ويستاهل اللي تعب العمر منالي، نسيان هم الشقا والغم والحيره. طيب ليه ما تعترفين؟ شو انا اعترف يا امه؟ وش شو انا اعترف؟ شو اقول؟ شد لطام وش هذا؟ اذا يعرف اني غسلت الطقم وراح تلف، هذا ينجلط ويموت. يا امه راسي. خلاص انا بحلك الموضوع. شلون تحلين الموضوع؟ فاهمين؟ انا شاريت لطقم جديد هديه، يعني كنت بفاجئه فيه، بس خلاص الحين بروح بيتنا وبجيبه. يمه فدوى، الله يحفظك حبيبي، الله يحفظك يمه، فدوى القلب. بشرط. شنو الشرط؟ نبى قامت تشرف بالتلوادي، قامت تشرف علي. تقولين ان انت رح تسمعين الكلام وما عندي مشاكل. سهله تدللي، بس تقومي تجيبي الدخم وسهله. ما رح اقوم الا اسمع الكلمه منك. يلا. وش اي كلمه؟ نبى قامت تقاطع الكلمات عندي، اي كلمه؟ تقولين بسمع الكلام من اليوم ورايح. شو
شلون دلي يا ربي اسمع الكلام على السلفس. لا يما دا الشاقة دا الشاقة يا ويلي يا خال اسمع الكلام منه ورايح اسمع الكلام اسمع. اوكي تو اتفقنا اتفقنا عم تشي يس. مساء الخير والإحساس والطيبة. مساء النور. لا عاد تكلمني من يوم ورايح. أفا مش بلاك يا بعد قلبي حبيبتي. اليوم كذا صنفت معي وأنا رايح مشوار أحصل دراهم قلت لازم أشتري البنوتي شيء حلو. شنو الهدية بقى؟ هذا مفاجأة. ياي شكرا. يلا حبيبتي يلا. والله ما نسيتك وأحد ينسى عمره وحياته وشريكة عمره في ذا البيت. والله ما هان علي قلت لا أجيب لك آيفون جديد ذهبي. بس يقولوا ما في منه بالسوق لسه ما نزل. أنا طلبته طلبية. أنت يا عمري مو بي واحدة تليفون على أمريكا وان جولد جابوه. ما رضيت. ليش يا بعدي؟ يعني نسبة الرضا اعتبرها 80%؟ لا 10 30 15 كذا. افا يا دلال. طيب وش اللي يخليها ترتفع النسبة قلبي؟ كذا انك ما تنساني مرة ثانية. ما عاد انساك انسى عمري ولا انساك يا قلبي. هلا 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 بحبيبي هلا بحبيبي من حبيبي انا. رد علي لك يوسف اللي بحبه انا. هلا هلا غربان انت والله. شوف المفاجأة جبت لك اياها حبيبي بقى ماركة ابو البزون كوتي. الله يستر مفاجأتكم انت. ترى انت وياه لا اجتمعتوا مفاجأتكم تخوف والله. لا والله اني اصلا صمصمت الا ما تقعد ويانا. لم صلاح يما صمصمت الا ما تقعد ويانا. مصطلحات جديدة في المفاجآت حقتي. اي طبعا لان هي سبب سعادة الأسرة الفاميلية. من هي؟ مي حبيبتي. وهي روحي وحياتي. مي احلى كلماتي مي. هي افراحي وحزن هي عسري ثم يسري كلها هي مي 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 مي. يما تعرفين شو؟ اي مسخرة انت فيك شيء فيك. لا لازم تشكرها يما تشكرها اشكرها. اشكر مي. هي دلتني بس المكان. بس دلتني المكان. مشكورة يا مي مشكورة. ما قصرت. العفو العفو والله ما قصرت. وآدمية متآدمي. رحت جبت لك هذا أبوها بعد؟ اي أبوها. لا والله أنت مسخنة يمن. أنا فيك بنك يدي ما فيك شيء. انت أبيها جميل الجميلين. أبوها ولا هي؟ أبيها وأبوها كلهم. أموت عليهم أموت عليهم. هم هذول سعادتي الأبدية. أبوه حبيبي الله يوفقه ان شاء الله ما يحرمني منه. يما في شيء شاربه شيء انت فيك شيء؟ لا يما ما شاربه. ايش فيك شارب شيء؟ ما شاربه يما. وش الهديه؟ اخاف انه بكذا المقدمه تطلع ضفدع. لا ضفدع يا ابوها لا ادمي ادمي بن ادمي حبيب قلبي الله يوفقه ان شاء الله. هذا الطقم شلونه؟ ماركة دايسكي او البزونه. الله يجنن. ما قصرتي والله يما. يجنن. نفس طقمي الاول. لا هو شوف هو هذا يعني إيه ان شاء الله اجيب لك الاحسن منه واجيب لك هذا ما قصرت المعدل. ما قصرت بيض الله وجهك يمه. احتمال اجيب لك طقم يخليك تركض ركض ما يخليك تتعب بالمباراه. هو يركضك والله. بس اول مسا تخبل لك راسه تطفر منك للهدف وداحتك. يمه يمه انا بسوي استك متسمم. انت شاربه شيء في سخونه؟ يمكن سخونه داخليه ترى مو شرط انها تكون واضحه. لا يما لا حبيبتي هاي حبيبتي الابديه المزيونه جميله الجميلات. انا انها مزيونه وجميله الجميلات بس انت دائما تشككين في الكلام ذا. لا لا بعد محتاجه شيء قولي رفع هي حبيبتي جميلتي جميله البشبشات. عجله خليني عبيدي تعيدين حواراتك يما. خليني امشي روح. يما روح. اي اظل عيد على راسك جميله الجميلات. انا بروح اريح. بشبوشه البشبوشات بشبوشه الله يوفقها هي وابوها. الله يوفقها هي. الله لا يوفق جدي وابوكي. شوفي يا خالة تخربيها يا خالة. شوفي يا صبحي أنا إنتاجيتك من تالي ما بعجبتني.
ليه يا شيخ؟ ما انا بنتج اهو زي الفل واشتغل ايه؟ وين تشتغل بالحلال وانا كل ما طلعت ولا رحت مكان لقيتك بوجهي؟ ايوه يا عم انا بكون في وشك لاني بحب اطلع للناس في وشها، انما انا اشتغل يا اسود ده انا راجل باكل لقمتي بالحلال بشتغل يا سعاده الباشا. اسمع انا طول اليوم اهوجس وافكر افصله ما افصله شو اسوي فيه؟ ايه اللي تهوجس وما والله هذا ما هو كلام رجاجي، لا انت بتلعب في رزقي، انت بتلعب في رزقي يا ابو مي، يعني صبحي حبيبك صبحي عبد الله كامل بباوي اللي طول الوقت واقف في ظهرك، واي خلل في المخلل هو اللي بيتخلله وانا بظبط، انا روح شوف السعوديين الفاسدين اللي ما يدوموش، ما تكلمنيش انا بقى يا اخوي. وين تشتغل انت؟ وش تشتغل؟ انا وانا المدير ما ادري وش شغلتك. ايه يعني انت المدير يعني؟ ما انت الفاسد الاول يا سعاده الباشا، انت الفاسد بتاعه. طيب يعني انا اعمل ايه طيب؟ انت ما بتشتغلش فلوسك دي يا خسيس. انا والله بصراحه انا كان عندي تردد اني افصلك، لكن الحين صار لازم افصلك الان، لانك بصراحه ما تنفع ما تشتغل يا شيخ. ما ينفع ما تقدر تفصله يا شيخ. وليش؟ خير ان شاء الله، حلالي وانا حر فيه. ايش عندك انت؟ ده الوحيد اللي بيجيب فلوس للشركه يا شيخ. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، ولا يصح الا الصحيح. هو ابن النيل، هو النيل ايه غير من الحبشه وبحيره فكتوريا، وانت طالع على السودان واخد بالك لغايه المقطم وانت نازل على طنطا وكده خلاص. شوف الحق اهو، عيال البلد يقفوا مع بعض والرجال لك حاجه اهو خلاص. كيف الكلام هذا؟ والله يا شيخ شوف، انت بتصرف وسعد بياخد راتب من غير شغل، ويوسف من يوم ما اخذت رجله في الشركه دي هنا ما دخل ولا قرش للشركه. اجل مين اللي يمشي الشغل؟ والله صراحه يا شيخ انا صبحي ما بحبه، رغم اللي بيعمله معي كله كتير، لكن ما خلينا المهم، لكن هو الوحيد اللي بيجيب قروش للشركه دي. ويا شيخ لو فصلت صبحي قفل الشركه والسلام. أجل تدري يا صبحي، هالمرة بخصم عليك ولا نتفاصلك. والله مردك ليا. أي سعودي فاسد مرده لغير السعودي الشريف اللي بيشتغل، عشان تعرفوا جاتكم القرف. في الحقيقة والواقع أن الحكم الراي اليوم كان مرة سيء، يعني حتى أفسد على حكم الساحة فرحته، أداء عظيم، إمكانيات، قدرات، حكم الراية نكب الدنيا كلها. يعني أنت الآن مهاجم متقدم، خليك قدام المهاجم بثلاث خطوات، بحيث أن رجعت الهجمة يمديك تداور، يعني تكون مغطي الملعب كامل، ماسك الخط كامل، مركز، يعني ما يبي لها تفكير يعني. لكن أنت يا حكم الراية إذا ما عرفت مكانتك في الملعب أنك أهم من حكم الساعة، أنت ممكن تحسب تسلل، ممكن تحسب بلنتي، ممكن تحسب اوت غلط، ممكن تحسب ركني غلط، ممكن تحسب مرمى غلط، يعني انت الاقرب للاماكن هذه. فاذا كان انت ضياع، انا اناشد واطالب يعني انه في المباريات الحساسه اللي مثل كذا يجيبون حكم رايه مبدع، يعني اكثر من كذا يعني ما ادري ايش اقول، يعني حكم رايه جيد يقود المباراه الى بر الامان، يعني مثلي على الاقل، يعني ما ودنا نكون مره غامضين. فشكرا. مش بلاكم قلبي نجيكم انت؟ أبد ما في شيء، بس الجوال اللي جبته ما عاد يشتغل، حطيته على الشاحن ما عاد يشتغل. حتى أنا بابا جوال ما عاد يشتغل. يمكنكم شابكينها في الشاحن غلط ولا شيء. إلا قل لي جوالك يشتغل؟ جوالي أول ما شريته خرب شوي وهم من ضبط الوضع. سبحان الله ضبط ها؟ إيه. إلا قل لي بكم شاري الجوالين؟ والله ما يعني ما أخبي عليك، أنا لقيت تخفيضات وأعطوني الواحد ب400 ريال. 400؟ ايه 800 ادري. الله اكبر، جوالك 3600 وانا جوالي ب400؟ ليه كذا انت مره اناني ليه؟ لا والله ماني بناني بعد قلبي. تعرف كيف؟ ايه خذ جوالك لانه ما وراه هداياك الا المصيبه. افا اللهم قاسي علي. معلش بابا. بعد انتي؟ كانت مباراة أمس عظيمة، مباراة أمس ومن دعاوي ترى، قلت مدعوم أبدع.
برافو برافو عليك يا بيبي، ابيك دايم هيرو. الله يخليك يا قلبي، انا دايما هيرو. انا اشوف بس انتم لما انتم وامي تقعدون تتكون كذا وتدعون لي مع بعض، وكل واحده تثبت واحده تشوت، ترى قسما بالله ابدا. يا حياتي ما فكرت فيني في المباراه الا قلبك يبلك يبلك، فكرت فيك لما جاء هدف عرفتي من سبتي يعني كنت يعني كفت الدنيا، بس على طول تذكرتك انك وعدتيني في ذاك اليوم ان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا اخذت الشاره الدوليه انك بتجيبيني هديه. اي بجيب لك هديه احسن من الهدايا اللي جتك طول عمرك، يعني اكيد مو طقم تحكيم. ايش فيك امه؟ ايش في ساكت اليوم؟ امه ايش فيك شيء؟ بسم الله عليها ما فيها شيء يا حياتي، انا ازعلك ما فيها شيء. والله كسيرة الجناح كذا ما ادري ايش فيها. حلقة حلقة تعبان، المفروض ما تكلم اربع ايام اربع ايام. في امه والله ما تشوفين شر امه، بس والله ترى مشكورة على البدلة. والله صح هي ضيقة شوي، بس اعرف امه عاد انت حركاتك تبغيني انا احف وكذا، وصح انه على التقليد بالمرة يعني، بس انه برضه يعني منك كل شيء زين امه. والله ما قصرتي، بتحمل هذا المرة من كذا البدلة. وان شاء الله انك بعدين تعيشين تهديني امه. انا بجيب لك واحده معتمده من الفيفا. انت قد طلبتها اون لاين. والله يما جذاب عياره، يما جذاب عياره، جذاب بعد ما اقدر ما اقدر يما، الخنبو اللي عرفت هو انفجر يما، ما جذابه يما، هذه هي دمره جمال يما، هذه دمره جمال يما، خذها اجي القنبله برد فجرها يما، هي طقم هي شارت طقم هي اشترت يما، وانا غزلت طقمك بالغلط ونقلوني انطتني الطقم وقالت لي لازم ما تحكي لي ولا كلمه يما، ذلتني ذلتني. الله لا يوفقك جدي وابوك، ان شاء الله اخترقت بنار وما نزيد نار وما نزيد، اخترقته ذلتني يما، هي اللي اشترتها، هي تجيب هاي النوعيات، هاي تفوت من واخذ الى 10 دراهم او ريالات، ما ادري درهم ما ادري دينار عراقي ما ادري، انا فوت من واحد الى 20. خربتي بدلتي يما، خربتي بدلتي يما، بالغلط بالغلط بالغلط. جد تستاهل يا ماما، معليش. ايفون 6 ايفون 5 قرب واشتري، خد فكره واشتري بكره، قرب يا اخويا قرب، ايفون 5 ايفون 6 قرب واشتري بكره، خد فكره واشتري بكره. يا نصابين، من اللي باعني الجوال؟ هو كان جالس هنا. اخويا يا باشا، اخويا مش نصاب. اخوك مش نصاب؟ والله وجهك مو بغريب علي انت، مو بنت اللي بعتني المكنسه ذيك الخربانه؟ هو انت ورانا ورانا يا نهار ازرق. وراك وراك، لحظه بالله، سلق انت. الحين بشوف كيف تقدرون تنصبون على الناس. لا تتوقع أبداً أنك تقدر تقنع زوجتك بشيء، الموضوع واضح، اسمع الكلام ونفذ، ولا تجرب تسوي حركات لف ودوران، خلك زوج نموذجي. ما راح أحد يعطيك جائزة أحسن زوج في العالم، بس أقل شيء بتقدر تنام في البيت. سلام.